اهلا بيكم. من اي وقت يوصل لكم الفيديو ده، ايه الرساله اللي انتم محتاجين تعرفوها؟ الطاقه الزمنيه ليه هي مفتوحه، والحروف اللي هتكون موجوده على الشاشه هي حروف اسمكم انتم. ايه اللي انت محتاج تعرفه دلوقتي؟ هدوا الافكار اللي موجوده في عقلكم الباطن شويه، وحاولوا ان انتم تسمحوا لنفسكم بوقت للتشافي، او وقت ان انتم تكونوا احسن، تفصلوا فيه، تبطلوا فيه تفكير في الحاجات اللي ممكن تكون بتزعلكوا او بتضايقكوا. لو في حد ما بقاش موجود في حياتكوا او علاقتكم بيه انتهت، فحاولوا ان انتوا تسمحوا للباب اللي اتقفل ده انه يتقفل كويس، ويتشافوا من اي اذى او وجع او اي علاقات ممكن تكون اجهدتكوا او استنزفتكم طاقيا. فاسمح لنفسك بان انت تتشافى او ان انت تكون في طاقة افضل. اوكي، واللي انتهى خلاص انتهى. اشتغلوا الفترة اللي جاية على أموركم المادية، استقراركم، نجاحكم. لو في منكم طلبة أو ناس بتدرس، يبقى بتركز على الدراسة اللي انت فيها أو الشغل بتاعكو، الاستثمار ان انتوا تعملوا فلوس أكتر، ان انتوا تهتموا ببناء كارير أو تصنعوا مستقبلكو. لو في بالكو أو في خطتكو انكم ترتبطوا أو تتزوجوا، فتكون العلاقة فيها استقرار وفيها وضوح، وتكون بتحقق ليكم الشعور بالأمان. يعني لو الحب ما جابش فايدة معاكو، او حبيته وما لقيتوش ان انتو عرفتوا تكونوا مع الشخص اللي انتو حبيتوه، يبقى خلاص علاقة يكون فيها تفاهم وتناغم وانسجام وتوافق في الفكر، ممكن تكون بالنسبة لك جيدة او كويسة. بما ان انت جربت الحب وما نفعش معاك، يعني في حال ان انت عاوز ترتبط وده المتاح قدامك، اسمحوا لنفسكم ان انتوا ترجعوا التوازن والاتزان لحياتكم مرة اخرى، وان يكون في بداية جديدة حقيقية في حياتكم. تقبلوا المساعدة لو في حد قدمها عليكم الفترة اللي جاية. انتوا ممكن يجيلكم عروض مادية، او حد يعرض عليكم وظيفة او شغلانة او ترقية، فاستعد ان انت تتقبل تغيير مادي. اوكي، استعد ان انت تتقبل تعويض مادي، تعويض سواء من خلال فلوس، من خلال شغلانة، من خلال فرصة عمل جديدة، من خلال تحسن في الامور المادية بتاعتك، وسامح ان الحالة العاطفية ممكن تكون معاك مش احسن حاجة يعني. اوكي، وما تشيلوش شيلة مش بتاعتكو يا جماعة، يعني ما تحملوش نفسكم فوق طاقتها. واللي منكم يقدر يبتعد شوية، يغير جو او يسافر، فالحاجات دي هتفرق برضو معاكم في المود وفي الحالة النفسية بتاعتكم. لكم رسالة من هنا، انت عندك افكار حلوة قوي، الافكار دي مساقة وفقا لخطة ولترتيب الهي. خد خطوة تجاه الافكار اللي عندك، وابدأ ان انت غذي الافكار بتاعتك دي. انتوا زي ناس عندكوا احلام او عندكوا افكار كويسة، الافكار دي ممكن تحسن من وضعكم المادي، ممكن تحسن من حالتكم النفسية والمزاجية. فابدأوا ان انتوا شوفوا ازاي تحولوا الفكرة اللي في عقلكم لواقع ملموس تقدروا انكم تعيشوه، او لواقع انتوا مستمتعين بيه. اوكي، بداخلكم الحدث او الاجابه اللي بتقول لكم انتوا عارفين المفروض تعملوا ايه، او ايه القرار الصح اللي المفروض ان انت تاخده دلوقتي. في نور جواك، فاتبع النور اللي جواك. شكرا ليكم، واشوفكم على خير بفيديوهات تانية. اكسبلور الفيديو لو انتوا على التيك توك، واشتركوا في القناه لو انتوا على اليوتيوب. اسمه قناه ميمي تارت. باي باي.